يجي في دماغك احمد صلاح حسني ان انت في يوم من الايام هتبقى زي لعيبه الكوره اللي طلعوا في الافلام، هيكل واكرامي وصالح سليم؟ كان يعني اللقطه دي جت في دماغك؟ بصي، وانا انا ما جاش في دماغي اي حاجه غير ان انا عايز ابقى ممثل، يعني حتى ما بصيتش على لعيبه الكوره اللي مثلوا، لانه انا لو كنت بصيت على لعيبه الكوره اللي كانوا مثلوا كنت هعمل زيهم، انا ما عملتش زيهم. يعني انا خدت الموضوع كاني واحد عادي مش احمد صلاح حسني بتاع الكوره، ورحت وعملت كاستنج زي الناس، ومبدئيا قعدت الاول 5 أو 6 سنين باخد ورش تمثيل ومحدش يعرف عني حاجه خالص، وبعد كده جالي دور في مسلسل شربات لوز، فدخلت زي اي حد نفسه، يعني الناس اللي تيجي اللي بتجيلي بتقولي انا نفسي امثل اعمل ايه، ما تعملش حاجه غير ان انت تدور تذاكر على الفرصة. تذاكر وتشتغل على نفسك وتعرف يعني ايه تمثيل وتاخد ورش وتتعب، لان الفرصه لو ربنا شاور عليك تبقى جاهز. تبقى جاهز. مش تبقى بتقول انا نفسي امثل، اصل انا شكلي حلو، اصل انا ما بعرف اتكلم، اصل انا لا، الموضوع مش كده. فانا خدتها ستيب باي ستيب، خطوه بخطوه، لحد ما جات لي الفرصه ومسكت فيها. انت رايح فين؟ راجع. مفيش صباح الخير حتى؟ عروسه كاوتش نايمه جنبك طول الليل. ما انا سامعك بتكلمي يا عمك وبتكدبي عليه. بتقولي بقيت عند صاحبتك دي، ده صوت صاحبتك؟ وما قدرتش تستنى ثانيه لحد ما اخلص تليفون؟ خلاص؟ جيم بقى اهم حاجه في الدنيا، ميعاد مقدس داخل الاولمبياد حضرتك. بتستبحي انا دي في ايه؟ في انك لو كنت طردتني وقلت لي روحي بيتك انا هبقى اكرمني، يعني انت بتعمله فيا يا فؤاد؟ طب ما تلاقيش المره الجايه لما عاوز اطردك هبقى اطردك. مش فاهمك بجد، بتطلعي مني اوسخ كلام يعني. عمل فيك ايه؟ المهم ما يكونش عمل لك انت حاجه. انا كويسه، المهم انت. انا كويس. فؤاد انا ماليش حد غيرك دلوقتي.